دائم نسمع عن انطاق المقام، ما ندري وش انطاق المقام. انطاق المقام فكرته انه ما نخلي انه بالمقام يكون جذر، لازم يكون عدد صحيح بحيث انه يرقى الجذر فوق. طيب ايش نسوي؟ انه نضرب في الجذر عشان يطير مع التربيع. راح توضح لكم الفكرة بعد بالمثال، تمام؟ يلا قا. طيب نشوف هذا المثال. يقولك 1/2، احنا قلنا انه المقام لازم ما يكون في جذر، تمام؟ فايش نسوي؟ راح ننطق المقام. طيب خلنا نعيد كتابته. الجذر التربيعي للاثنين، فراح نضرب في جذر 2 هنا، تمام؟ عشان ايش؟ عشان جذر 2 في جذر 2 راح يطلع 2 تربيع. راح تطلع الجذر التربيعي للاثنين تربيع، فراح يروح هذا مع هذا، تمام؟ راح تبقى الاثنين. هذه فكرة من انطاق المقام. طيب لكن اذا ضربنا هنا بجذر 2 لازم نضرب في البسط عشان كأنها تكون رقم واحد، ما تتغير القيمة. الحين هذه عبارة عن رقم واحد، لكن اذا ضربنا هنا وهنا فراح عشان تساوي القيمة، تمام؟ طيب هذا ايش يساوي؟ قلنا انه جذر 2 مع جذر 2 راح يطلع 2 تربيع، تربيع راح يروح مع التربيع يبقى 2، وهنا الواحد في جذر 2 اللي هو الجذر 2. هذه هي الإجابة. هذه مهمة جدا، راح تتكرر معكم بالساين والكوزاين وأشياء كثيرة، فضروري تعرفون كيف تنطقون المقام. طيب نشوف بي هنا، لاحظوا الجذر التكعيبي. طيب بما أن القسم الجذر على القسمة كاملة، فرح نقدر نكتب على هذه الصورة الجذر التكعيبي للسبعة والجذر التكعيبي للأربعة، تمام؟ قلنا أنه ما نبي يصير بالمقام جذر، فراح نضرب في. طيب إيش نسوي الحين؟ لو ضربنا مثلا جذر تكعيبي للأربعة، إيش راح يطلع؟ راح يطلع جذر التكعيبي للأربعة تربيع، فلازم راح نضرب جذر ثاني تكعيبي أربعة عشان تطلع تربيع تكعيب بعدين يروح. لكن في طريقة أسهل. وش هي الطريقة؟ طيب شوف الحين، هذه الأربعة مي بعبارة عن 2 تربيع، تمام؟ طيب إيش راح يبقى؟ راح يبقى بس ضرب 2 1 اللي هو عشان تصير تكعيب، تمام؟ بحيث إنه تكون الجذر التكعيبي للاثنين. الحين إيش راح تساوي؟ الجذر التكعيبي للاثنين تربيع، الجذر التكعيبي للاثنين أس 1، فراح تطلع عندنا الجذر التكعيبي للاثنين أس تكعيب، تمام؟ اللي هو جذر تربيع وهنا أس 1 فراح يطلع تكعيب. فخلاص تقدر تروح هذه مع هذه، تمام؟ هذه الفكرة كلها. طيب راح نمسح. هنا قلنا إنه 4 راح نحط 2 أس 2، تمام؟ طيب زي ما قلنا إنه إذا جينا ننطق المقام وحطينا هنا مقام، ضروري نحط في البسط نفس القيمة عشان كأنها تكون واحد، ما راح تختل القيمة. طيب هذا ايش راح يساوي؟ قلنا ان التكعيب راح يروح مع هذه فراح يبقى الاثنين، وهنا الجذر التكعيبي للسبعة والجذر التكعيبي للاثنين، بما انهم نفس الجذر فراح نكتب جذر تكعيبي للـ14، راح نضربهم بعد. اذا هذه الاجابة النهائية. طيب شوف مثال سي، يقول لك قلنا ان نقدر نكتبه على الجذر التربيعي للثلاثة والجذر التربيعي للان، تمام؟ طيب اذا جينا ننطق المقام ايش راح نسوي؟ راح نضرب في الجذر التربيعي للان بحيث يكون ان تربيع بعدين نروح مع الجذر، تمام؟ لكن نضرب فوق وتحت عشان تكون عشان ما تختل القيمة. طيب هذا ايش راح يساوي؟ راح يساوي ان، والفوق هنا جذر ثلاثة في ان اللي هو جذر ثلاثة ان. بس هذا هو الحل. شفتوا كيف بسيطة؟ طيب نشوف دي. لو تلاحظون هنا قيمة كبيرة وهنا قيمة كبيرة برضو، فلو راح نضرب في نطاق المقام فراح تصير حوس ومدري ايش. طيب مو قلنا انه نقدر نكتبها على الصورة هذه؟ الجذر للأربعة A B تكعيب على 2 A تربيع، عفوا A تربيع في B تربيع. الحين هذه مو قسمة نقدر نبسط، لا نقدر. طيب نشوف الأربعة والاثنين راح تبقى لنا 2، والأي أس 1 على أي تربيع راح تروح هذه وراح يروح تربيع يبقى الأي بس. طيب هنا بي تكعيب على بي تربيع راح تروح تكعيب مع تربيع وتبقى البي الحالة اللي فوق، تمام؟ إيش راح تكون؟ عفوا راح تكون الجذر تربيعي
اثنين ب على اي. تمام، شفتوا كيف صارت بسيطة؟ الحين نقدر ننطق المقام. طيب احنا قلنا نقدر نكتب على هذه الصورة جذر تربيع الاثنين بي وجذر تربيع للاي. طيب الحين قلنا ما نبي يكون بالمقام جذر، فراح نضرب الجذر اي زي ما سوينا قبل، ولازم ما تختل قيمة، فراح نضرب بسط المقام اللي هي راح يساوي الاي، وهنا اثنين جذر اثنين بي في جذر اي راح يكون جذر اثنين اي بي. اذا هذه الاجابة. شفتوا كيف من كانت صعبة بسطنا ورجعنا من جديد ثم انطقنا مقام وطلعت هذه الإجابة وبس. نروح اللي بعده. طيب نشوف هذا المثال، يعني يقول لك انطق المقام. تمام، لو نجرب انه قبل كان تجينا واحد على جذر اثنين، تمام، عادي نضرب في جذر اثنين عشان يطول التربيع. طيب هنا لو نجرب ننطق المقام، تمام، بجذر اثنين راح نضرب جذر اثنين في جذر اثنين، تمام، راح تطير مع التربيع، تمام، لكن هنا واحد، تلاحظون انه الجذر اثنين مضروبة في القوس كامل اللي هو هذا، تمام، فراح تطلع جذر اثنين في واحد فيطلع جذر اثنين، فما استفدنا. فهنا في فكرة اللي هي الكونجكيت او النظير، الظرف النظير، تمام، يعني انطاق المقام using the conjugate اللي هو النظير. طيب وش سالفة النظير؟ خلينا الحين عشان توضح الفكرة. واحد على واحد زائد جذر اثنين راح نضرب او ننطق المقام بالنظير اللي هو واحد ناقص جذر اثنين، تمام، وفوق نفس الشيء عشان تطلع عشان تكون القيمة متوازنة. طيب ايش السالفة؟ انت تذكرون ال difference between squares اللي اخذناه ب 1.6 اللي هو x تربيع ناقص y تربيع يساوي x ناقص y في x زائد y، سواء جاتنا هذه القيمة نقدر نحولها لهذه القيمة أو نفس هذه القيمة نحولها لهذه القيمة. طيب كيف نستفيد من هذا القانون؟ لو نلاحظ هنا عندنا واحد زائد جذر اثنين وهنا واحد ناقص جذر اثنين، ما تذكركم هذه اللي هي راح تساوي قلنا الواحد تربيع والجذر اثنين تربيع زي هذه بالضبط، راح يكون واحد راح يكون واحد تربيع ناقص جذر اثنين الجذر التربيعي للتربيع، تمام، فراح تروح هذه مع هذه والواحد اصلا يكتب بهذه الصورة، تمام. طيب خلنا نشوف اول شيء نضرب اللي فوق، قلنا واحد في واحد ذا وواحد في سالب اثنين سالب جذر اثنين اللي هو سالب جذر اثنين نفس الشيء يعني، تمام. طيب قلنا انه جذر اثنين يروح مع التربيع فراح تطلع لنا قيمة اثنين، وهنا قلنا الواحد يروح. طيب راح يطلع لنا واحد ناقص اثنين واللي هي تساوي سالب واحد، تمام، وهنا قلنا واحد ناقص جذر اثنين وهنا راح نكتبه برضو ناقص جذر اثنين اللي هو يساوي طبعا راح ندخل السالب، السالب نقدر نكتبه هنا نقدر نكتبه هنا نقدر نكتبه هنا، بس لو نشوف ان السالب راح يدخل عليهم كلهم اللي هو هذا، فراح تنقلب كل الإشارة هنا وهنا، تمام، فراح تصير جذر اثنين ناقص واحد اللي هو العكس. اذا هذه الإجابة. فهمتوا الفكرة؟ انه السالب كان برا ودخلناه على القوس فانعكست الإشارات، تمام. طيب نشوف مثال بي. طيب نشوف مثال بي، يقول لك ثلاثة على جذر اكس جذر تربيع الاكس والجذر تربيع الخمسة. طيب ايش سوينا؟ قلنا انه راح نضرب في النظير، تمام، راح يكون جذر اكس زائد جذر خمسة، وراح نكتب نفس الشيء فوق عشان ما تختل القيمة، تمام. طيب هذا اللي راح يساوي، لو تلاحظون هنا جذر اكس ناقص جذر خمسة وهنا جذر اكس زائد جذر خمسة اللي هي الفرق بين مربعين، راح نكتب بالصورة هذه اللي هو الاول تربيع على ناقص الثاني تربيع، فراح يكون جذر اكس الكل تربيع ناقص جذر خمسة الكل تربيع اللي هو راح تروح التربيع مع الجذر التربيع مع الجذر، تمام. هنا راح نوزع ثلاثة اللي هو نضرب في القوس كامل، يعني ثلاثة في نكتب هذه الصورة جذر اكس زائد جذر خمسة، نعرف انه راح يتوزع لكن خل نخلي بهذه الصورة اسهل، تمام. طيب شوف المقام، قلنا انه راح تروح، فخلاص يبقى الجواب ثلاثة جذر اكس عفوا نفتح قوس زائد جذر خمسة، وتحت راح تكون عفوا بدون جذر اكس ناقص خمسة،
قلنا أنه أختصر هذه مع هذه وهذه مع هذه، فإذا هذا هو الجواب النهائي. طيب هنا الأسس، ضروري تعرفون هذه زي ما قلنا قبل أن هذه على الصورة الأسية وهذه على الصورة الكسرية، تمام؟ طيب خلينا نشوف هنا، مثلا يقول لك هنا أنه إكس أس إكس أس إم على إن، تمام؟ هي نفسها هذه اللي هي الإم تكون برا، راح نوزع فراح تكون نفس هذه، نقدر نكتب على الصورة هذه أنه جذر إن جذر إن للإكس الكل أس إم، هي نفس هذه لو تلاحظون كله نقدر نكتب عن هذه الصورة. وبرضو العكس إم على إن نقدر نكتب إكس أس إم والأس واحد على إن، راح يتوزع فراح تكون إم على إن نفس هذه. وهنا نفس الفكرة، الجذر إن للإكس أس إم، تمام؟ ضروري تعرفون أن نقدر نكتبهن على كل هالصور. يلا نروح المثال عشان توضح الفكرة. طيب نشوف هنا مثال يقولك 4 أس 5 على 2، نقدر نكتب على الصورة الجذرية اللي هي راح تكون الجذر التربيعي للأربعة الكل أس خمسة. عفوا، نلاحظ أن التربيع صار هنا والأس خمسة راح فوق، تمام؟ ليش كتبنا كذا؟ لأنه نقدر نكتب على الصورة هذه الجذر التربيعي للاثنين أس اثنين الكل أس خمسة، تمام؟ فراح نقدر الجذر يروح مع التربيع يروح مع الجذر، فراح يطلع عندنا الاثنين أس خمسة، تمام؟ اللي هي تساوي اثنين أس خمسة اللي هي 32. إذا الإجابة راح تكون 32. نروح مثال بي، سالب 8 أس 4 على 3، نروح نكتب على الصورة الجذرية، تمام؟ راح يكون الجذر التكعيبي لسالب 8 الكل أس 4، تمام؟ هذه هي نفس هذه. طيب ليش سوينا كذا؟ نقدر نكتب الجذر التكعيبي لسالب 2 أس 3 الكل أس 4، تمام؟ عشان يروح التكعيب مع الجذر التكعيبي، تمام؟ فراح تكون الجذر التكعيبي، عفوا قلنا راحت التكعيب مع الجذر التكعيبي، فراح تساوي سالب 2 الكل أس 4، هذا اللي يساوي 16 موجب، تمام؟ نروح لمثال سي ودي. طيب نكمل بس نمسح أول شيء. سي يقول لك 32 أس سالب 2 على 5. طيب احنا قلنا نقدر انه نكتب هذا عبارة عن الجذر الخامس، تمام؟ فرح نقدر نكتب الجذر الخامس للاثنين وثلاثين والأس سالب 2، تمام؟ هذه هي نفس هذه. طيب كتبنا ليش كذا؟ لأنه رح نقدر نكتب الجذر، عفوا الجذر الخامس للاثنين أس خمسة الكل أس سالب 2. الحين راح تروح أس خمسة مع الجذر الخامس، فرح يبقى لنا 2 أس سالب 2. طبعا إذا كان الأس سالب فنقلب، راح تكون 1 على 2 أس 2، تمام؟ ونوزع راح تكون 1 على 4. هذا هو الجواب النهائي، إن شاء الله أنها تكون واضحة. طيب نشوف دي، 25 أس 6 على 4. 6 على 4 هنا مو بأبسط صورة، فراح نكتب 25 نقسم على 2 فراح تكون أس 3 على 2، تمام؟ هذه نفسها هذه لكن بسطنا. طيب هذه مو بعبارة عن الجذر التربيعي للخمسة وعشرين أس 3، راح نلاحظ الحين الجذر التربيعي للخمسة وعشرين الكل أس 3، تمام؟ الحين راح نقدر الخمسة وعشرين هي عبارة عن 5 تربيع، تمام؟ فراح يكون الجذر التربيعي للخمسة أس 2 الكل أس 3. طيب قلنا أن التربيع راح يختزل مع الجذر، راح يبقى لنا
5 + 3. 5 + 3 تساوي 125. خطوة بخطوة إن شاء الله وتوضح على طول الفكرة. يلا نروح اللي بعد. طيب هنا يقولك روز قوانين أو قواعد. طيب القاعدة الأولى تقولك إذا كان الـ A أس N في A أس M بما أن الأساسات متشابهة فرح نجمع الأسس، تمام؟ القاعدة الثانية A أس N قسمة A أس M بما أن الأساسات متشابهة فرح نطرح الأسس، تمام؟ الثاني A أس N الكل أس M فرح نضرب الM في N فرح تكون A أس N في M، تمام؟ طيب اللي بعد يقول لك A B الكل أس N فرح نوزع الN على الA وعلى الB. طيب آخر واحدة A على B الكل أس N فرح يتوزع الأس على الA وعلى الB. ضروري تحفظون هذه أو تفهمونها أو أي شيء تبونه، تمام؟ ناخذ أمثلة عشان توضح الفكرة. طيب هنا يقول لك simplifying أعطاك مثالين A و B. يلا نروح نحل A. هنا يقول لك X أس سالب 2 على 3 قسمة Y أس سالب 1 على 2 الكل أس 6، تمام؟ ضرب X أس سالب 1 على 5 الكل أس 10، تمام؟ هنا راح نوزع 6 على الـ X والـ 6 على الـ Y، وهنا راح نوزع 10 على الـ X، تمام؟ نشوف شلون راح تكون X أس هنا 6 راح تنزل، تمام؟ راح تكون 6 في سالب 2 اللي هو سالب 12 على 3، تمام؟ راح تكون كذا. طيب واللي تحته Y أس 6 سالب 6 عفوا على 2، تمام؟ ضرب X راح نوزع العشرة راح تكون سالب 10 على 5. طيب نبسط هذه المعادلتين راح تكون X أس سالب 4 قسمنا الـ 12 على 3، وهنا راح نقسم 6 على 2 فراح تكون Y أس سالب 3، هنا ضرب X أس سالب 2، تمام؟ طيب قلنا إذا كان الأس سالب فراح نقلب، وهنا برضو يكون سالب فراح نقلب، فراح تكون Y أس 3 في البسط و X أس 4 في المقام، وضرب هنا راح تكون 1 على X تربيع، تمام؟ نزلنا من البسط للمقام. طيب راح نضرب راح تكون Y أس 3 على X أس 6، قلنا إذا صارت الأساسات متشابهة راح نجمع الأسس. يلا نروح اللي بعده. طيب هنا يقول لك 16 في x تكعيب في y الكل أس نص، تمام؟ على x تربيع ضرب y تكعيب الكل أس ثلث، تمام؟ راح نحله. طبعا راح نوزع الأس فراح تكون 16 أس 1 على 2 ضرب x أس 3 على 2 y أس نص، تمام؟ بس وزعنا الأس. طيب المقام راح تكون X أس 2 على 3 ضرب Y 3 على 3 واللي راح يساوي 1، ما راح نكتبه، تمام؟ طيب قلنا أن هذه 16 أس نص مو نقدر نكتبه على الجذر التربيعي لل 16، تمام؟ هذا عبارة عن أس الجذر، وهذا عبارة عن أس الرقم، تمام؟ فالجذر التربيعي لل 16 اللي هو نقدر نكتبه 4، تمام؟ طلعنا 16 برا الجذر. طيب هنا عندنا X 3 على 2 وهنا X 2 على 3 بما أن بينهم قسمة فرح نقدر نطرح. طيب نكتبه هنا X 3 على 2 ناقص 2 على 3. طيب ما نقدر نطرح بينهم لأن الأسس مختلفة، فرح نوحد الأساس بالمقام قصدي، ضربنا هنا بالمقص، تمام؟ فراح تكون 9 هنا 3 في 3 9 و2 في 2 4 اللي هي راح تساوي 5 على 6، تمام؟ فراح نكتبها هنا X أس 5 عفوا أس 5 على 6. طيب هنا الـ Y نقص نص وهنا Y أس 1، تمام؟ بينهم قسمة فراح نطرح الأسس فراح تكون Y أس نص ناقص 1 اللي هو بالمقام اللي هو راح يعطينا y أس سالب نص، تمام؟ بما أنه سالب فراح نكتبه في البسط،
وراح يكون موجب. تمام، ونكتب الأزرق مهالة. طيب هذه هي الإجابة بأبسط صورة وبس. طيب نحن الوركشيت يقولك true or false، يقولك الاندكس اوف الجذر هذا اللي هو الجذر السابع للإكس أس 5 هو 5. تمام، طيب وش الاندكس؟ راح أوريكم الحين، نروح للفوكابلوري. هنا يقول لك إذا جتك على هذه الصورة فهذا الجذر هذا يسمى radical بالإنجليزي. تمام، والN تسمى بالإندكس. تمام، والX اللي هنا تسمى بالradicand. ضروري تعرفون هذه بحيث لا جتك صح أو خطأ أو شيء اللي كنت عارفه. طيب نرجع، قالنا الإندكس اللي هو قلنا حنا اللي هو رقم 7، الإندكس يساوي 5 خطأ، لو قال يساوي 7 فراح تكون صح. طيب اللي بعده يقولك for all real number x we have الجذر الرابع للx هو 7. تمام، حنا قلنا إنه تروح هذه مع هذه، لكن هنا قال لنا إذا كان الأس زوجي فضروري نحط قيمة مطلقة. تمام، هنا ما حط فراح تكون false، إذا حط راح تكون صح. تمام، طيب نشوف اللي بعده، يقولك for all real number x we have الجذر الثالث للx هو 3. طيب قلنا إن الثلاثة تروح مع الثلاثة راح تبقى الx، ما راح نحط قيمة مطلقة لأنه مفرد لأنه فردي. تمام، فالإجابة true. طيب آخر سؤال يقولك زد ضرب الجذر الخامس للزد عند الجذر الخامس للجذر الخامس زد والستة. تمام، are like radicals اللي هو نفس بعض يعني. طيب شلون ندري إن نفس بعض؟ هذه زد مو بنقدر نكتبه، زد أس خمسة داخل الجذر الخامس. تمام، كأننا طلعنا من برا. طيب إذا نقدر نكتبه كذا، إذن الجذر الخامس للزد أس خمسة ضرب زد اللي هي كانت موجودة هنا. تمام، فهمتوا يعني هذه كأننا رجعنا داخل، فراح تكون اللي هو تساوي الجذر الخامس للزد أس ستة. لا تلاحظون أن هذه هي نفسها هذه، إذن الجذور متشابهة، فراح تكون الإجابة true. طيب نروح الخيارات. طيب هذا السؤال عكس هذا السؤال. طيب نشوف الأول، يقول the radical form of هذه المعادلة أس سالب واحد على خمسة. تمام، يقول لك يبي الصورة الجذرية، ما قالك حل أو شيء، بس قال لك نبي الصورة الجذرية. طيب احنا قلنا إذا صار الأس سالب نقلب البسط مقام، والمقام بسط. تمام، طيب هنا مقام واحد فرح نقلبهم، فرح تكون واحد على x تربيع زائد y تربيع. تمام، هذا الكل راح يكون أس واحد على خمسة موجب بما أنه قلبنا. تمام، طيب إذا قلنا إنك إذا كان الأس كسر ما نقدر نكتب على الصورة الجذرية، قلنا هذا يكون الاندكس. تمام، هذا طبعا يكون داخل لكن ما نحتاج لنا الواحد. طيب راح تكون الجذر الخامس للمعادلة هذه اللي هي x تربيع زائد y تربيع. تمام، طيب بما أن الواحد فوق هنا فأي جذر خامس للواحد هو نفسه واحد، فراح ننزل الجذر اللي تحت بس، فراح تكون واحد على الجذر الخامس للx تربيع زائد y تربيع. تمام، طيب ما تلاحظون أن هذه الإجابة هي نفسها b؟ لا، إذا الإجابة b. طيب السؤال الثاني يقولك the rational exponent of 4 of هذه المعادلة، يقولك هنا هي صورة جذرية لكن يبيها الصورة الأسية عكس اللي تو سوينا. تمام، طيب احنا قلنا هنا الاندكس وهنا المعادلة أس خمسة، يعني ايش راح تكون؟ راح تكون 4 على 5 الكل أس. طيب مين نحط فوق مين نحط تحت؟ قلنا هنا الاندكس راح يكون في المقام وهنا أس الرقم راح يكون بالبسط. تمام، فراح تكون 5 على 8، إذا هذه الصورة الكسرية أو الصورة الأسية عفوا، إذا راح تكون لو نلاحظ الجواب هو نفسه D. طيب نروح اللي بعد. طيب هنا السؤال يقول لك let x and y be two positive real number، هذا اسحب عليه لأنه أصلا يقول لك هو إنه نفرض إن x و y قيمة موجبة لكن ما نحتاجه عنه. السؤال هنا يقول لك simplify the following expression، أعطاك معادلة بس يقول لك بسط. طيب أنا نلاحظ هنا x أس 4 ضرب y أس نص، الكل أس 1 على 4. تمام، فراح نوزع هذا بالضرب زي ما قلنا فوق بالقوانين. تمام، طيب راح تكون x أس 4 ضرب 1 على 4 في y أس نص ضرب 1 على 4. تمام، طيب اللي هي تساوي هنا
أربعة راح تكون في الباسط، فأربعة على أربعة اللي هو تساوي واحد، فما يحتاج نكتبه. هنا الواحد في واحد واحد، والاثنين في أربعة راح تكون واحد على ثمانية، تمام؟ راح تكون واحد واي على ثمانية. طيب هذا الجواب، وراح تكون بما أنه بالخيارات موجود نكتبه هنا، أو نقدر نكتب على صورة الجدر لكن ما يحتاج، هو موجود بالخيارات، تمام؟ طيب سؤال أربعة شو يقول لك؟ يقول لك rationalizing the denominator، يقول لك كذا جاب لك على بعض، يقول لك أنطق المقام اللي هو هنا، تمام؟ طيب بما أنه هنا حدين، تمام؟ إذا كان حدين فراح نسوي اللي هو difference between squares اللي هو الفرق بين المربعين، عشان يطلع لنا القيمة الأولى تربيع والقيمة الثانية تربيع. طيب نشوف، راح نكتب جذر 2x ناقص 3، وراح ننطقه بالقلم الأخضر، 1 على جذر 2x زائد 3. عفوا، هنا في البسط راح يكون نفسه عشان ما تختل قيمة قلنا، تمام؟ زائد 3 عشان هذه كل القيمة تساوي 1، فما راح تختل قيمة. طيب لو نلاحظ هنا وهنا، هذا عبارة عن الدفرنس بين سكويرز اللي هو فرق بين المربعين، راح يكون هذه القيمة تربيع ناقص هذه القيمة تربيع، اللي هو راح يساوي الجذر 2x، وجذر 2x راح يروح الجذر مع الجذر، فراح تبقى 2x، وراح نحط ناقص لأنه فرق بين المربعين. طيب هنا الثلاثة راح قلنا راح تكون تربيع، فراح تكون 9، تمام؟ وهنا الواحد نضربه في هذه فراح تنزل زي ما هي، جذر 2x زائد 3. طيب لو نلاحظ هذا الجواب موجود في الخيار C، إذن على طول هذا هو الجواب. شفتوا كيف سهلة؟ يلا نروح اللي بعده. طيب هنا يقولك سؤال simplify each expression، أعطاك ثلاث معادلات. يقولك هنا expression are using only positive exponents، اللي هو يبي أسس موجبة ما يبي أسس سالبة، تمام؟ وهذا الشيء عارفينه من زمان. طيب هنا يقول لك 6 a ضرب a أس نص على 2 a أس ثلث. طيب هنا 6 مع 2 نقدر نخليها 3، تمام؟ راح تكون 3. هنا a أس نص قسمة a أس ثلث، تمام؟ فراح بما أنهم الأساس متشابه فراح نطرح الأسس، راح تكون a أس نص ناقص ثلث، عفوا ثلث، تمام؟ طيب هنا المقامات مختلفة فراح نحتاج نبسط، فراح نسوي الإكس 6 وهنا راح تكون 3 ناقص 2، اللي هو ضربنا الإكس هنا 3 وهنا في 2، والمقام راح يكون 6 اللي هو راح يساوي 1 على 6، تمام؟ طيب إيش راح تكون الإجابة؟ راح يكون 3 A أس 1 على 6. نكتب على هذه الصورة أو نكتب على هذه الصورة الجذر السادس للA نفسه، تمام؟ فمن أي جواب تشوفونه بالخيارات اختاروه، تمام؟ كله صحيح، هذه تساوي هذه. طيب شوف السؤال الثاني، يقولك سالب 2 واي أس ثلث ضرب سالب 2 واي أس نص. طيب راح نوزع، تمام؟ سالب 3 في سالب 2 اللي هو موجب 6، تمام؟ وهنا الواي واي أس ثلث ضرب واي أس نص، راح بما أن الأساسات متشابهة فراح نجمع الأسس، فراح تكون واي أس واحد على ثلاثة زائد واحد على اثنين، عكس اللي تو، هذه موجب هذه بسالب. طيب نحتاج نوحد المقامات، فراح تكون فراح نسوي علامة الإكس أو المقص، راح تكون 6 وهنا راح تكون 2 وهنا راح تكون 3، مقص هنا 2 وهنا 3، والمقام راح يكون 6 اللي هو راح يساوي 5 على 6. طيب نكتبه، راح تكون 6 في واي أس 5 على 6 اللي هو يساوي نفس الشيء، راح تكون 6 الجذر السادس للواي أس 5، هذه هي نفسها هذه. طيب نروح السؤال الثالث. طيب نشوف السؤال الثالث، يقولك الجذر الرابع ل 18 في اكس أس 9 واي أس 10 وزد أس سالب 6. طيب راح نكتبه من جديد، 18 اكس أس 9 في واي أس 10. طيب الزد هنا الأس عنده سالب، راح نحوله للمقام عشان يكون موجب، تمام؟ فراح يكون زد أس 6. طيب هنا الجذر كامل على المعادلة، تمام؟ نقدر نكتب الجذر على البسط والجذر على المقام بحيث نقدر نبسط، تمام؟ فراح يكون بهذه الصورة، الجذر الرابع وهنا راح تكون الجذر الرابع، فهمت الفكرة؟ بدل ما يكون على شكل كبير
راح نكون للبسط والمقام عشان نقدر نبسط. هذه وريناكم فوق تمام. طيب راح نكتب 18 زي ما هي. الاكسوس 9 نقدر نكتبه اكسوس 8 في اكس تمام، عشان يكون المجموعة من اكسوس 9 بحيث نقدر نبسط تمام. راح تكون اكسوس 8 في اكس. طيب والواي اس 10 راح تكون واي اس 8 في واي تربيع تمام. طيب نشوف الزد اللي تحت، راح تكون زد اس 4 في زد اس 2. قسمناهم ليش؟ بما ان الجذر الرابع فراح نقدر نطلعهم برا تمام. طيب ايش راح يكون الجواب؟ بما ان اكس اس 8 هنا 8 هنا الجذر الرابع فراح تطلع باثنين، وهنا برضو الواي اس 8 الجذر الرابع راح تطلع باثنين تمام. فراح تكون اكس تربيع واي تربيع، نفتح الجذر الرابع فراح تكون 18 في اكس واي تربيع تمام. طيب في المقام راح تطلع الزد هذه بواحد، أربعة هنا الجذر الرابع الزد أس 4 راح تطلع بواحد، فراح تكون زد ونفتح الجذر الرابع راح تكون زد أس 2. إذن هذه تقريبا أبسط صورة تمام، لها أشكال كثيرة اللي هو الأسس الكسرية وما أدري إيش، لكن يعني بالخيارات راح تعرف جوابك، يعني تقدر تركبه وزي ما شرحنا لكم فوق بالطريقة الجذرية والطريقة الأسس الكسرية تمام، راح تكون سهلة بإذن الله. طيب هنا نكون انتهينا من السكشن 1.7، باقي المقطع الأخير إن شاء الله 1.8 ونكون انتهينا من الشابتر 1. الله يوفقنا وإياكم، وبس هذا كان شرحنا.